هذا البلاغ نستعد نتلو نعرفه، لانه الى مشينا في هذا التوجه هنا فاش نقولوا تضارب الاختصاصات، هاد الناس ما كاينينش ياك، الرئيس غادي بحالته ياك، هاد الرئيس مين غنجيبوه؟ منظومه المخالف ما خرجت حتى شي واحد، نخليو فراغ نعطيهم هما يسيروها، انا ما عنديش مشكل، نلقاو حل باش نحلوا هذا المشكل. الى هذا السيد ولا هذا العضو المرشح الاخر ما تقبلش، عطيونا البديل، عطيونا ملي غنجيبوا هذا الشخص اللي غيسير الفريق، لان هذاك الضغط على الناس ما باش نهضر معاك، تقول لك انا في اللوائح، في اللوائح الناس كتقول تدخل تقول انا معاك، ولكن انت دير اللائحه ديالك عاد ندخل معاك انا تكوفتيني من بعد، تيلم ذاك الضغط ديال الامور اللي خلى هاد الامور، راه كيما قلت لك بان الجمهور مهم جدا في المنظومه، وحنا عندنا في البرنامج ديالنا الان فيما يخص هذا واحد الشق، لان الاخوان اللي غنعلنوا على اللائحه مع المخالفين غيكون واحد الشخص في المكتب اللي عنده هاد لو فولي ديال مود دو جيستيون جديد اللي غندخلوا فيها حتى الجمهور يسير معانا، ولكن في اطار واحد المنظومه واحد المود دو جيستيون اللي معقل وقانوني. اما دابا جبوا لي لا والاخر لا، عطيني البديل شكون غيكون؟ عندنا لو 26 رئيس غادي بحالاته، عندنا دومي فينال ديال لاكوب دي ترون، هذا رجعوا للجان لجنا ما بقاش هذا الشيء، اصبحت الامود كاديك، فهمتيني ولا لا؟ لان اللجنه المقدره غتجي وتقول لك انا غير مسؤول، انا جيت غندر واحد الظرف الامور، وبقينا في هذا الدومين، تقول لان هذه المساله وهاد الناس اللي جاو جوج راه زعما على ما اظن راه كاين عندنا واحد الجرأه كبيره باش تجي تعاود تاخذ الفريق في هذه الظروف، انا تفهم هاد الناس، ولكن اعطيني البديل اشنو بغيتي؟ البديل شكون هاد الناس؟ احنا مساعدين، الا كان شي واحد ان ترونف جايب ماله كل شيء راه نهزو فوق راسي وندخلو انا ولا عطيه التليفون، ماشي ضروري نجي ناخذ، وكيف تخلي فرق قانوني من اجل هاد الامور راه سهله، راه كاين جماهير عريضه اخرى اللي ما دخلتش في هاد المنظومه، فهمتيني ولا لا؟ اللي باغا وكاين الناس اللي تيحبوا الفريق وكاين في اغلبيه صامته،